معارك بحسب المصادر العسكرية أدت إلى مقتل 23 مسلحا. وتشرف هذه القرى على المحطة الحرارية المسؤولة عن تزويد الطاقة الكهربائية لمحافظة حلب التي تعاني منذ أشهر من انقطاع الكهرباء. تعاون وقوات الدفاع المحلي تم السيطرة على كل من القرى التالية: قرية الصباحية، قرية الفعوري، مزرعة الريمان، والمعارك مستمرة هناك وتبعد عن المحطة الحرارية عدة كيلومترات. أهمية المناطق التي تم السيطرة عليها هي